السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. في البدايه لازم ابارك لمنتخبنا الوطني لكره اليد وصوله للدور قبل النهائي في بطوله افريقيا في كره اليد. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله الحصول على هذه البطوله. دائما المصريين محتاجين افراح، واكيد الافراح بتيجي من خلال الاجتهاد لرجالتنا رجاله كره اليد. ان شاء الله في الفتره القادمه كل التوفيق ليهم في هذه البطوله والحصول عليها ايضا يا رب ان شاء الله. خليني اقول لكم بعض الاخبار السريعه واستقبل ضيفي المهم بالنسبه لي جدا جدا، طبعا واحد من النقاد الرياضيين المميزين اللي موجودين في الكره المصريه، وده دايما هو كان متواجد لكن يعني لبعض الوقت خرج بره مصر، ولكن ان شاء الله يعود قريبا لبلده، بلده دائما اولى بيه. خليني اقول لكم ان بعض الاخبار تداولت عن ان نادي النصر السعودي بيفسخ عقده مع حسام غالي، وده شيء غير صحيح. نادر الشوقي وكيل كابتن حسام غالي نفى هذا الخبر وقال لا، ان مفيش ابدا صحه لهذا الخبر، ان الامور ماشيه بشكل طبيعي ما بين كابتن حسام غالي وفريق النصر السعودي. كل التوفيق طبعا لحسام، حسام من اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي دائما كنا بنستمتع بيهم في الملاعب المصرية، ودلوقتي حتى وهو في الملاعب السعودية بنستمتع بيه، لأنه فعلا هو من اللعيبة المميزة اللي ممكن نقول حالة فريدة في الكرة المصرية. هذا اللاعب لاعب طبعا نادينا نادي الأهلي، هو لاعب النصر السعودي في التوقيت الحالي. بعض النتائج الخاصة طبعا بالأسبوع العشرين في الدوري الممتاز حتى الآن. النهارده طبعا كان في بعض المباريات، وادي دجله وطنطا وتعادل سلبي 0-0، وطلائع الجيش والداخليه وفوز الداخليه 2-0، وبتروجيت وامبي وفوز بتروجيت 1-0 على امبي. ولكن طبعا في مباراه رابعه شغاله حاليا، هي مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي في الاسبوع ال20 ان شاء الله. بكره فريقنا ان شاء الله هيلعب الساعه 2:30 امام الرجاء، نتمنى التوفيق. 3 نقاط مهمين جدا لفريقنا في الدوري الممتاز، يا رب ان شاء الله نكسب ويبقى 3 نقاط مهمين في طريق ومشوار الحصول على البطوله الثالثه على التوالي، والبطوله رقم 40 لدى النادي الاهلي ان شاء الله، والنجمه 4 في هذه البطوله المميزه دائما. يعني دي بعض الاخبار السريعه. اروح واستقبل طبعا ضيفي والناقد الرياضي الكبير استاذ اسامه السويسي، واحد من اصدقائي، واللي انا يمكن عشت مش عايز اقول نشاتي في النادي الاهلي حتى صعودي للفريق الاول، وهو كان موجود وبيغطي بشكل كبير في داخل جدران النادي الاهلي وداخل الكيان الكبير. دائما بيبقى فيه دايما صفه او علاقه جيده جدا ما بين اللاعبين وبعض النقاد الصحفيين او الصحفيين المتواجدين حاليا في او في التوقيت ده يعني. فبالتالي انا واحد من الناس اللي كنت مرتبط بيهم بشكل كبير جدا. استاذ اسامه برحب بحضرتك. استاذ اسامه اهلا، والحمد لله على سلامتك طبعا. الله يسلمك كابتن محمد فاروق. اسمح لي بقى اشيل الالقاب، احنا انا قاعد مع صديقي محمد فاروق. منور طبعا، منور. الله يكرمك. كره الاهلي اول مره كمان، دي حاجه جميله جدا. رائد فضاء الكره المصريه، و يمكن من الالقاب اللي انت أيوة بتحبها. أنا صح؟ أنا لا، انت اللي قلتها انت ورجائي. انت اول ناس. الله يمسيه بالخير محمد. طبعا استاذ رجائي فتحي طبعا، واحد زميلنا العزيز، وسعيد ان انا في بيتي ومكاني وقناه الاهلي طبعا وجمهور الاهلي، سعيد ان انا باللقاء معاهم، ومن حسن حظي ان يبقى العوده من خلال حبيبي محمد فاروق. منور استاذ اسامه. خليني قبل ما ابتدي معاك اللقاء بس اقول مبروك لعلي لطفي، ويعني طبعا انتقاله للنادي الاهلي. يعني علي لطفي من الحراس المميزين، لاعب نادي انبي السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي، واحد من اللاعبين المميزين وحراس المرمى المميزين، ان شاء الله يبقى ليهم شان داخل فريق النادي الاهلي. اكيد لسه الصفقات والمركات الشتوي بالنسبه للنادي الاهلي مستمر، هنلاقي عدد من اللاعبين المتواجدين اللي يساعدوا بشكل كبير النادي الاهلي في الفتره القادمه، سواء بقى في الدوري او في الكاس او في بطوله افريقيا اللي هي الاهم دايما بالنسبه لنا، ان شاء الله يبقوا موجودين ويكونوا على قد المسؤوليه. استاذ اسامه خليني بقى وانت موجود كده معانا ونستقبلك دايما كده بالترحاب دايما يا رب، طمني عليك، انت قاعد قد ايه هنا ان شاء الله؟ انا اجازه سريعه، كانت فرصه ان انا اخلص بعض الاجراءات الاعتياديه السنويه ديت، ومعايا اسلام في الاجازه دي، وكانت فرصه طبعا ان انا اشوف بيتي في النادي الاهلي. يعني انا تقريبا في الاسبوع دوت كل يوم ببقى في المكان، لان انك انت لما بتدخل النادي بتشم هوا النادي الاهلي، دي حاجه مختلفه جدا. يعني انت عشت كام سنه استاذ اسامه جوه النادي الاهلي؟ من حسن حظي ان انا لما بدات مشواري في بلاط صاحبه الجلاله الصحافه، من حسن حظي ان انا التحقت بمجله النادي الاهلي ده في اول التسعينات.
فضلت مع مجله الاهلي والاجيال بتتعاقب، ومن حسن حظي ان كان في اجيال عملت انجازات وبطولات كبيره لغايه لما سافرت الخليج في 2004. يعني نقول 14 سنه جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي يعتبر بيتي، يعني بيتي الثاني. يعني طبعا كل اصدقاء استاذ حامد عز الدين كله طبعا القامات الكبيره دي. حبيبي واتشرف واتشرف ان انا استفدت وتعلمت طبعا من الاستاذ الكابتن نعمان الله يرحمه عليه رحمه الله. ده كان المدرسه في حد ذاتها، ومؤسس جيل من التلاميذ، يعني منهم صديقي العزيز الاستاذ ابراهيم منيسي نجم قناه الاهلي ملك الكتابه مع الباشمهندس عادل القيعي ورئيس تحرير مجله الاهلي، اللي هي فضلت لغايه دلوقتي مرتبط بالنادي الاهلي. طبعا انت بتكتب لغايه دلوقتي استاذ اسامه وحتى وانت موجود في الخليج؟ نعم انا صحيح الجسد خارج مصر، ولكن العقل والروح والقلب موجودين جوه مصر من خلال سطور حمراء اللي بكتبها اسبوعيا في مجله النادي الاهلي اللي ما اقدرش استغنى عنها، وبقول عنها محبوبتي مجله الاهلي. جميل. ما تفكرش يا استاذ اسامه انك تبقى متواجد مره ثانيه؟ يعني بقالك فتره طويله 10 سنين ولا 12 سنه؟ داخلين في 14 سنه. 14 يعني 14 في النادي الاهلي و14 بره. لكن برضه يعني واحنا بنتكلم في خبرات موجوده كبيره، اكيد جزئيه الصحافه والاعلام في مصر محتاجه برضه بعض الخبرات اللي ممكن تكون اثرت بشكل كبير في الخليج. يعني شوف، هو اقول لحضرتك على حاجه، هو اتعلمنا في النادي الاهلي، واسمح لي ان انا بتكلم يعني باعتبار ان انا واحد من اولاد النادي الاهلي. اتعلمنا في النادي الاهلي ان النادي الاهلي لما بيقول عاوز ما يتقالوش لا. لما النادي الاهلي يقول انا عاوز ما بيتقالوش لا من اولاده. فطبعا اتشرف طبعا لو النادي الاهلي محتاجني في اي مكان هكون موجود في ثانيه. طبعا ده شرف لاي حد في اي حد، زي ما انتم في بتمثلوا النادي الاهلي كنتوا في الملعب تقولوا ان الفانله الحمراء دي شرف وانتماء لاي حد. بالنسبه لنا احنا كمان نفس الموضوع، ما بيختلفش كتير جدا. صحيح يعني. صحيح. انت تنور بيتي يعني مش مكاني. يعني تنور وتشرف استاذ اسامه، اكيد يعني ربنا يكرمك. في اشخاص كده او اللي هم الناس اللي هم الكواليفايد، لما احنا بنتكلم لما بيبقوا متواجدين في اماكن معينه بتفرق كتير جدا في طريقه الشغل وطبيعه الشغل. ان شاء الله بالتوفيق ليك يا استاذ اسامه. خلينا بقى اخدك على اخبارنا النهارده وبعض الامور اللي انا عايز اناقشك فيها، خصوصا يعني حضرتك قعدت فتره في الخليج 14 سنه. نعم. ملم بكل الدوريات والمباريات، وملم ايضا باللاعبين المحترفين المصريين واللي دلوقتي ما شاء الله اكثريتهم في الدوري السعودي بشكل كبير. عندنا بس احسن الشحات اللي متواجد في الدوري الاماراتي، في مع الزعيم برضه في العين الاماراتي. مع الزعيم حسين الشحات مع العين الاماراتي. والعين الاماراتي هو الزعيم، زي الاهلي المصري، زي الهلال السعودي، زي الترجي في تونس، زعماء طبعا. يعني فهو صحيح. من حسن حظه انه موجود معانا. لا، هي فرصه طبعا مميزه لحسين ويتالق بيها بشكل كبير، منتخب مصر كمان بيناديه بشكل كبير في ظل تواجده. مليون في الميه دي خطوه، واللعيبه كلها كمان اللي موجوده مليون في الميه خطوه ايجابيه لحسين الشحات انه يلعب في العين. والعين زي ما حضرتك عارف انه بيلعب له نجم الكره الاماراتيه عمر عبد الرحمن عموري، صانع العاب متميز، ومعه اخوه محمد عبد الرحمن، اضافه الى وجود انتقال احمد خليل من الجزيره الى العين الاماراتي، وهو مهاجم له وزن وله ثقل، كان بيلعب مع النادي الاهلي. اكيد حسين وبسم الله ما شاء الله، يعني واضح ان هو يعني في حاجه يعني موفق جدا. بدايه ولا اروع. جمهور العين جمهور غير طبيعي، فما فيش شك ان دي هتبقى اضافه لحسين الشحات، خاصه ان هو زيه زي معظم اللعيبه المصريين ما بيلعبوش تحت ضغط جماهيري. الوضع مختلف هناك. بالنسبه برضو للثمانيه اللي موجودين عندنا مجموعه كبيره جدا في الدوري السعودي. لا لو هي معاك ما شاء الله. انا يعني مثلا بتتكلم في مؤمن زكريا طبعا المنتقل لاهلي جده، المعار لاهلي جده، ايضا عبد محمود عبد المنعم كهربا اتحاد جده، شيكابالا في الرائد، حسام غالي في النصر، مصطفى فتحي التعاون، احمد الشيخ الاتفاق، عماد متعب التعاون، احرز على فكره هدف امبارح ما شاء الله متعب. ربنا يوفقه. وحشنا العمدة، منتظرينه طبعا يعني أكيد. عارف وهو خارج من هنا الواحد بيبقى عارف اللعيب اللي بيبقى ليه كده ليه كاريزما عماد متعب. ان شاء الله بس يتالق بشكل كبير ويبقى متواجد مره اخرى في منتخبنا الوطني، لان هتفرق معاه كتير. عماد متعب، ايضا عصام الحضري التعاون، وعبد الشافي الفتح، وهو معار من اهلي جده، يعني منه فيه يعني اكيد في طبعا اكيد. وكنا منتظرين مواجهه هتبقى بين مؤمن وعبد الشافي قريب، بس الفتح للاسف خرج من بطوله كاس الملك. مؤمن زكريا بسم الله ما شاء الله، بدايه ولا اروع
في بطولة كأس الملك، بيفوز في أول مباراة بيشترك فيها بست أهداف. واضح إن مؤمن في حاجة بينه وبين الجمهور، يعني على طول يعني ربنا يعني دخل قلوب جمهور أهلي جدة بسرعة جدا. أول مباراة بيفوز عشان برضه اسمه الأهلي. طبيعي. وست أهداف وسجل جونين، وسجل جونين حلوين. فبداية مبشرة بالخير لمؤمن إن شاء الله، وأتمنى إن يا رب إن شاء الله إن تكون ديت بداية لعودته لمنتخب مصر اللي محتاج كل العناصر في روسيا 2018 إن شاء الله. وأنا شايف إن هيبقى مكسب كبير للمنتخب وجود 8 لعيبة، اعتقد منهم نصهم تقريبا بيلعبوا في المنتخب، 4 لعيبه، وجودهم في الدوري السعودي وهو احد اقوى الدوريات في المنطقه دلوقتي، وبيتلعب تحت في حضور الجماهير اللي احنا مفتقدينه في ملاعبنا في الدوري المصري، اعتقد ان هو هيكون مكسب كبير لجهاز المنتخب بقياده كوبر في الفتره اللي جايه دي. طيب بالنسبه لعبد المنعم كهربا وتجربته، يمكن برضه تجربه ناجحه، يعني احنا بنقول مؤمن لسه داخل، لكن كهربا بقاله فتره برضه استاذ اسامه. مليون في الميه كهربا كمان، يعني هو برضه من اللعيبه اللي ليها علاقه طيبه مع الجمهور، وكان ليه بعض اللمسات الانسانيه المؤثره اللي عملت عنده رصيد وبسرعه جدا مع الجمهور، بالاضافه طبعا لامكانياته الفنيه. يعني ما حدش يختلف على ان محمود كهربا من اللعيبه المتميزه جدا، سواء بيلعب كجناح لكنه هداف في نفس الوقت. فبالتالي كمان جمهور الاتحاد، جمهور العميد، جمهور كبير جدا وليه قاعده كماريه كبيره بيتقاسمها مع النادي الاهلي، الاهلي اللي هو الراقي، قلعه الكؤوس اللي في جده، هم الناديين دول الناديين اكبر ناديين في جده. فكهربا كان ليه رصيد، وخاصه انه سجل اهداف كثيره، لكن للاسف مشوار فريق اتحاد جده السنه دي مش على ما يرام زي السنين اللي فاتت. يعني ايه اللي اختلف عن السنين اللي فاتت؟ النتائج مش قد كده. يمكن هو في الصداره دلوقتي الهلال هو المتصدر الدوري، دوري جميل. بيليه في الترتيب النصر بقياده الكابتن حسام غالي، وعامل بالمناسبه، يعني انا اندهشت جدا لما قبل ما ادخل الاستوديو بالاخبار اللي سمعناها اللي هي بتقول ان في فسخ عقد وفي الكلام ده، انا اندهشت جدا وما صدقتش لغايه لما انت اكدت لي ان نادر شوقي اكد ان الكلام ده مش صحيح. صحيح. لكن دي طبيعه السوشيال ميديا، كوره طبعا طبيعه السوشيال ميديا. صحيح. السوشيال ميديا مظبوط، ما شاء الله. لسه هكلمك انا على السوشيال ميديا وطبيعتها، انك انت واحد من المتخصصين في هذه الجزئيه. اتفضل. لا يعني خلينا نكمل اللاعبين وهنخش على هذه الجزئيه. وجود عماد متعب في فريق بيلعب فيه عصام الحضري وبيلعب فيه مصطفى فتحي اللي هو نادي التعاون، اعتقد ان ده مكسب كبير، وهيكون الثلاثي ليهم بصمه. شيكابالا، رغم ان شيكابالا فرقته متاخره في الترتيب وبتتزايل ترتيب الدوري جميل، الا ان شيكابالا طيب عامل ماتشات. انا هستاذنك قبل ما نكمل شيكابالا، هروح بس هاتف سريع وبالسعوديه طبعا، واحنا بنطمن على نجومنا في السعوديه وبنطمن على الانديه السعوديه اللي هي دائما احنا بنستمتع بيها، وبقى دوري قوي جدا جدا الدوري السعودي. اروح سريعا للاستاذ طارق كيال، نائب رئيس نادي اهلي جده السعودي، تحياتي لحضرتك يا فندم. الو، مرحبا، اهلا بيك استاذ فاروق. اهلا وسهلا استاذ فاروق، تحياتي لحضرتك وتحيات اهلنا في السعوديه، وطبعا استاذ اسامه السويسي واحد من نقاد الرياضيين المميزين اللي بيغطي بشكل كبير الخليج وهو متواجد هناك. يعني بنرحب بحضرتك طبعا، واكيد تجربه مؤمن زكريا مع حضراتكم اكيد مميزه جدا، نطمن ايضا على نادي اهلي جده من خلال تواجد حضرتك معانا هنا. اول شيء ارحب بيك وارحب بالضيف اللي معاك، مش عارف استاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي. اهلا بيه. اهلا وسهلا استاذ طارق. العموم اول اشكرك على الاتصال، وثاني شيء احنا بدك تعرف شيء واحد، احنا اللاعب المصري اللي يلعب في السعوديه نحن نعتبره لاعب سعودي وليس مصري، احنا بلد واحد. وتكلم على اننا نحن اهل واخوان. طبعا كابتن مؤمن وكان قبله كل الكباتن اللي لعبوا معانا في النادي الاهلي المصريين كانوا من الناس المميزين، والذي تعرف احنا عاداتنا وتقاليدنا تعتبر واحده. تشابه صحيح. الاخوان في مصر. ايوه، وهذا شرف لنا طبعا. فمؤمن ما شاء الله عليه دخل على المجموعه كانه يعرفهم من زمان، ودخل على اصدقاء وعلى احباب، وطبعا قابل اخوان هنا من في عندنا ستاف في الجهاز الطبي، وعندنا ستاف في الاعداد، كلهم مصريين، فسهلت له الموضوع، سهلت لي جدا انه اصبح حاسس نفسه في مصر وليس في السعوديه.
جميل جدا. بدليل انه لعبنا اول مباراه يعني حبينا نشارك فيه، كانت مباراه مهمه ادى فيها اداء كويس، كان مميز، سجل هدفين وطلع هدف، وكان متحمس جدا انه يظهر بهذه الصوره، ونحن عارفين انه مؤمن عنده اكثر من كده، يعني لاعب مميز كان في مصر، ولاعب مميز في منتخب مصر، ولاعب مميز في النادي الاهلي المصري. فنحن كان هناك اتصالات مباشره مع رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود. كابتن محمود الخطيب طبعا. وتم اعارته حتى نهايه الموسم، طبعا كان شرف لنا انه نستعيد اللاعب مؤمن انه يكون احد استاذ طارق. السؤال لحضرتك يعني هو بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، هل بيبقى دائما يعني النادي الاهلي جده حاطط عينيه او بيبقى يعني حاطط المنظار دائما على لعيبه النادي الاهلي؟ يعني النادي الاهلي هو من افضل الانديه الموجوده في الدوري المصري، هل بيبقى ده اول اخذنا من الزمالك، كان عندنا الكابتن عبد الشافي ونحن عارفين صحيح الان هو موجود في الفاتحه حاليا نادي ثاني بسبب عبد الشافي يعتبر برضه خدام من الزمالك، كان لاعب مميز على خلق ولاعب على مستوى، حبيناه كثير وحبنا كثير، ويعني نعتبره ابن من ابناء النادي الاهلي. طبعا طبعا انا عرفت انتوا عملتوا له تكريم يا استاذ طارق، عملتوا له تكريم. اقل واجب نكرمه، نحن كل واحد يشارك في النادي الاهلي ويكون نعتبره واحد مننا، ولكن نحن قبل ما يمشي نعمل له تكريم ونشكره على المده اللي قضاها فيه. جميل جميل جدا. هو السؤال يعني بما معناه ان بيبقى في ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي باعتبار النادي الاهلي هو بطل الدوري المصري لثلاث سنين، فبالتالي اللاعبين اللي عنده بيبقوا مميزين اكثر. خلينا نتكلم على المصري وليس على نادي معين، كل لعيبه مصر عندنا عزيزين، كل لعيبه مصر لهم تقدير عالي جدا. جميل. ما اقدر احدد لك نادي معين، اي لاعب في اي نادي في اي مصر نعتبره واحد، لا يعتبر ليس اجنبي، نحن نعتبره مواطن سعودي معانا في. جميل. استاذ طارق، يمكن النادي الاهلي في المركز الثاني يعني فرق نقطتين يعني عن فريق الهلال، فبالتالي الفتره الجايه انتوا بتفكروا. لا يعني ما زالت تحتاج، كان هناك في شويه دروب، لكن الان الحمد لله كير صالح والمحرك ان شاء الله، وعندنا ثلاثه بطولات بننافس فيها في هذا الموسم اللي هي طبعا دوري ابطال اسيا حنشارك فيه ان شاء الله، وعندنا كاس الملك احنا ماشيين في دور الثمانيه، وعندنا بطوله الدوري، وتقريبا ما في فارس الوقات بسيطه، حنقابل هذا الفريق على ارضنا في جوله من جولات الدوري. فالامور كلها الان احنا بنركز نحصل اكثر بطوله نحصل الدوري، نجتهد طبعا، واحد التوفيق بامر الله سبحانه وتعالى، لكن ان شاء الله حنجتهد. احنا عدلنا الفريق وجبنا بعض اللعيبه المميزين منهم الكابتن مؤمن الفترة القادمة على أساس يكون الفريق مهيأ إنه يحقق كل البطولات. إن شاء الله بالتوفيق ليكوا طارق. طبعا يعني بنشكرك وشكرا لأهالينا في السعودية، يعني كل يعني الدعم موجود، وحضرتك بتتكلم على اللاعبين المصريين بيتعاملوا كأخوة أو كسعوديين موجودين في دولة السعودية. يا رب كل التوفيق ليكوا وكل التوفيق للدوري السعودي المميز حقيقي في الفترة اللي فاتت. كنا بنتكلم على شيكابالا، واحد من اللاعبين المميزين أيضا في الدوري السعودي. طبيعي، وشيكابالا رغم قلت لك النتائج مش قد كده بتاعت الرائد، لكن شيكابالا عامل موسم رائع مع الرائد، وبقدم ماتشات كويسه ومسجل مجموعه من الاهداف الجميله. وبالمناسبه مؤمن زكريا مع اهلي جده اتاهلوا لمواجهه الفيحاء. الفيحاء عمل مفاجاه واقصى الفتح، والفتح اللي بيلعب فيه عبد الشافي. فكنا احنا عايزين نشوف مواجهه بين مؤمن وعبد الشافي هيكون عامل ازاي، لكن للاسف الفيحاء كان ليه راي اخر. جميل. خلينا نروح حسام غالي، اتكلمت على حسام غالي. حسام بتشوفه يعني الفتره فاتت يعني ماشي ازاي في الدوري السعودي؟ حسام كان هو ليه تجربه قبل كده، والله بسم الله ما شاء الله، يعني حسام كابيتانو ومش غريب على الملاعب السعوديه. حسام وتحديدا مع نادي النصر صحيح. وحسام بسم الله ما شاء الله من اللعيبه اللي عندها وعندها تقل كبير وماشي بشكل مؤثر مع النصر اللي هو لقبه العالمي، و
والنصر السنه دي ماشي كويس، مش بطال يعني نتائجه مش بطاله، وحسام ليه دور قائد في الملعب وفي المركز الرابع النصر، وفي المركز الرابع بس مش بعيد يعني المنافسه، يعني مازال عنده فرصه للمنافسه 27 نقطه يعني ما بينه وما بين الهلال 36 نقطه الهلال، يعني تتكلم في يعني البطوله على فكره البطوله بتاعه الدوري السعودي ما بتتحسمش الا مع صافره النهائي. ما دوري قوي صحيح. دوري لسه قوي. عايز اسالك على الدوريات في الخليج والفرق ما بينها وما بين الدوري المصري في توقيت حالي، لكن خلينا اكمل كلامنا برضه لان انا عندي حاجات كتير جدا عايز اخدها سريعا. احمد الشيخ ومصطفى فتحي وعماد متعب، انا عايز اقف عند احمد الشيخ وعماد متعب. اثنين في نفس التوقيت تواجدوا في الدوري السعودي، عماد متعب يحرز هدف، ايضا احمد الشيخ بيتالق مع نادي الاتفاق، فبالتالي يعني برضو استاذ اسامه ورايك في والله زي ما قلت انت، اولا لعيب النادي الاهلي بيطلع من النادي الاهلي بيلعب في اي مكان بيبقى اصلا متربي تربيه متميزه، رعايه فوق الوصف، متعود على ان هو الانتصارات، متعود على ان هو عنده روح المكسب، عنده المركز الثاني يساوي اي مركز اخر، هو هدفه المركز الاول، فالروح ديت بتبقى بتنتقل معاه على طول طبيعي. عماد متعب برصيد الخبرات الكبيره اللي عنده صحيح بقى له فتره بعيد عن المباريات الرسميه، لكن اعتقد ان دي بالنسبه له مشوار تحدي، هيحاول يثبت جدارته مع التعاون، عايز يقول ان انا موجود، عايز يبقى له فرصه تاريخيه انه يلعب مع منتخب مصر في كاس العالم في روسيا 2018، وده حقه الشرعي، وعماد قدم اللي يستحق عليه كده بصراحه يعني عماد يستحق ان هو يبقى حقيقي. موجود يعني هو لعيب مميز، كان هي المشاركه دايما والمؤكد ان احنا في منتخب والمؤكد ان احنا في منتخب مصر لما يبقى عماد متعب في حالته الطبيعيه اللي نعرفها، عماد زائد بلس 90 هيبقى له دور مؤثر يعني. هي محتاجه بس مجهود اكبر من عماد، تركيز اكبر، لان طبعا مهما كان انت كلعيب بيجي لك وقت تبتعد شويه، ولما بتيجي تبتدي تشتغل مره تانية ورجلك تبقى في الملعب الوضع بيختلف، خصوصا مع خبرات عماد. أيوة. بتفرق كتير جدا جدا طبعا إن شاء الله. مليون في المية مليون في المية. طيب احمد الشيخ، احمد الشيخ انا شايف ان هو لاعب غير محظوظ مع الاهلي لغايه دلوقتي. احمد الشيخ لما خرج من الاهلي وراح مصر المقاصه بقى هداف الدوري، لكن في الفرص اللي خدها في بعد عودته من فتره الاعاره للاسف ما يعني ما ثبتش قدميه في الملعب، لان احمد الشيخ امكانات كبيره جدا، امكانات لعيبه. طب اللي على الشاشه امامنا ده يعني لمسات عماد متعب في فريقه الجديد يا استاذ اسامه في السعوديه، ويعني كل التوفيق. واحنا بنتكلم بقى كنا بنتكلم على عماد متعب، يبقى كده احنا هنشوف عماد مش هنشوف الحضري لان الحضري واقف الناحيه الثانيه حاجه جميله ان هم يبقوا متواجدين، هتساعد كتير عماد برضه خبراته اصلا في النادي نفسه في الدوري السعودي، هتساعد عماد متعب يتاقلم ثاني وتاقلم هو ما شاء الله. مليون في الميه نتمنى لهم هم الحضري طالع الحضري بيسد دي شيكابالا ده لا ما شاء الله، يعني عصام كمان يعني بسم الله ما شاء الله عامل موسم رائع، عامل لا موسم رائع. انت كنت بتتكلم مع احمد الشيخ ان هو غير محظوظ مع الاهلي. احمد الشيخ للاسف الشديد حظه سيء مع الاهلي، خروجه في التوقيت ده كان مناسب أصلاً. اعتقد انه مناسب ليه ومناسب للفرقه، يعني انا اختلف مع البعض ان هم يعني قلقانين، لا احمد الشيخ في فرقه الاهلي في له اكتر من بديل، في له اكتر من بديل، فوجوده في التشكيل في الاحتراف لمده 6 شهور مليون في الميه هيبقى مكسب ليه، مكسب ان هو هيلعب باستمرار، هيبقى بيحتك، والاتفاق فرقه مش بطاله، الاتفاق فرقه كويسه، وبتلعب في دوري مش سهل يعني، دوري قوي جدا فعلا الدوري السعودي، وفي ضغوط جماهيريه مفتقدينها جدا جدا في الدوري المصري. صحيح. طيب خلينا نروح، انت كنت اتكلمت على عصام. عصام ما شاء الله عليه بسم الله هيكمل كاس عالم مليون في الميه طبعا يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه يعني السد العالي. انا عارف عصام من زمان، انت عارف يعني اكيد عارف عصام من زمان، انت تعرف ناس كتير قوي من زمان فعصام عنده قوه اراده غير عاديه، عنده تحدي مع ذات غير طبيعي، دليل انه وانا كنت متوقع من زمان انه هو هيكمل لابعد فتره ممكنه يعني في الملاعب،
فهو بيثبت ده على الأرض الواقع، بيأكد أنه فعلا حارس من أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية. أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله مع مجموعة حراس الشباب اللي موجودين معاه تحت قيادة مدرب مخضرم محنك كابتن أحمد ناجي مدرب القدير. أتمنى له كل التوفيق في روسيا إن شاء الله، يسعدونا ويفرحونا ونتخطى الدور الأول بإذن الله. طيب بالنسبة لعبد الشافي ممكن احنا اتكلمنا عليه، عبد الشافي من اللعيبة المميزين فنيا وأخلاقيا بصراحة، يعني عبد الشافي من اللعيبة اللي تحبهم حتى لو أنت انتمائك مش لنادي الزمالك اللي هو لعب فيه، بس من اللعيبة اللي تحبهم لأنه لعيب مهذب وعلى خلق يعني. فعبد الشافي وعلى صعيد اللي عمله مع أهلي جدة عمل مواسم غير طبيعية بصراحة، منها أخذ الثلاثية كان ليه دور مؤثر مع هداف الكرة السورية عمر السومة، كان ليهم هما الاثنين دور مؤثر جدا في ثلاثية الأهلي الشهيرة دوري وكاس وسوبر. صحيح بقاله فترة مش وتم إعارته لنادي الفتح، بس طارق قال حتى بيتكلم قال لك احنا عملنا له تكريم وده أقل حاجة. صحيح وهو يستاهل فعلا. صحيح هو يستاهل فعلا. يستاهل فعلا. خليني اكلمك بقى مصطفى فتحي اللي احنا عديناه كده. واحد من اللعيبه المميزه الصراحه اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك ووجوده حاليا في نادي التعاون ايضا مع عماد وعصام اعتقد ان برضه حاجه مميزه. مليون في الميه طبعا كلام منطقي، بس هو للاسف الشديد مصطفى من ساعه ما راح الاصابات عطلته بعض الوقت. عطلت مصطفى، بس اللي هيكون مصطفى كلاعب موهوب حريف محدش يختلف على الكلام دوت. وعنده مستقبل لان مصطفى هو اصغر واحد في يعني هو بالنسبه لعصام وعماد اخوهم الصغير يعني الدلوعه، فهيهتموا بيه مليون في الميه ما تقلقش عليه يعني. هو ان شاء الله هو احنا عامه كل اللاعبين الموجودين احنا بنتكلم في الاخر انت محتاجهم يتالقوا عشان منتخب مصر. مليون في الميه كلام منطقي جدا، وانا قلت لحضرتك في البدايه انه ده مكسب لمنتخب مصر في الاول وفي الاخر يعني. صحيح. اكيد يعني. استاذ اسامه خليني اسالك الفرق ما بين الدوري السعودي والدوري المصري سواء بقى في الاختلاف او التشابه. والله شوف هو بالنسبه للمنافسه في الدوري السعودي اقوى. في الدوري السعودي في منافسه بين اهلي الهلال النصر اتحاد جده اربع انديه كبيره بتتنافس تقريبا كل موسم ما تعرفش البطل مين. مره يبقى الهلال مره يبقى النصر مره يبقى الاهلي مره يبقى الاتحاد وهكذا، عكس الوضع هنا في الدوري المصري. الدوري المصري هو البطوله الملاكي للنادي الاهلي، عشان بس ما حدش يزعل مننا بالارقام بتقول كده ان شاء الله تبقى ولغه الارقام لا لغه يعني. الارقام ما بتكذبش ابدا يعني. احنا بنتكلم في 39 اقرب منافس ليك 12 فيعني الفرق يعني بسم الله ما شاء الله رهيب جدا يعني. فاحنا بنقول منافسه علشان بس ايه ذرا للرماد في العيون يعني. لكن هي ما مساله محسومه يا جماعه. احنا السنه دي ان شاء الله باذن الله هنعلق النجمه الرابعه على الشعار ان شاء الله، البطوله الرقم 40 باذن الله ان شاء الله. فالوضع يطلع لك المقصة سنة، يطلع لك الإسماعيلي سنة، يطلع لك الزمالك غالبا هو الوصيف بتاعك تقريبا تملي، لكن المنافسة يعني تعتبر دي بطولة الأهلي الملاكي فمفيش كلام. فده اختلاف كبير. الاختلاف الجديد إن الدوري بتاعنا كان معروف بالجمهور بحلاوته بحلاوة الجمهور. احنا وحشنا الجمهور بصراحة، وحشنا وجود الجماهير في الملعب. لما بتحصل ماتشات افريقيا ولا لما بيحصل ماتشات لمنتخب مصر وبنلاقي الملعب مليان جمهور الوضع الماتش بيبقى له طعم تاني. لكن المدرجات ما فيهاش جمهور تحس ان الدوري صامت، تحس انه فايبريشن، ما تحسش ان هو ليه طعم. صحيح. زي الاول، وده بينعكس على فكره على الاداء. انت فاكر ايام ما احنا كنا بنلعب زي اسامه وكنت متواجد حضرتك قبل ما تسافر الجمهور حتى في استاد التتش في التمرين او المباريات المهمه مباريات الزمالك متعه خاصه كده، وانت حتى كلاعب وتتمرن وتعمل حاجه مميزه استمتاع. انا اقول لك على حاجه اللعيب عامل زي الفنان. اللعيب عامل زي الفنان. صحيح. ليه الفنانين العباقره اللي بيحبوا مهنه التمثيل قوي بيحبوا يطلعوا على المسرح. ليه بيحب يطلع على المسرح؟ لان المسرح جمهوره قدامه،
السكسي بياخده في لحظتها، في اللحظه صحيح. التشجيع بياخده في ساعتها لما بيبدع على خشبه المسرح، بياخد التشجيع بتاعه في ساعتها. نفس الكلام بالنسبه للعيب، اللعيب لما بيسجل هدف ها بيجري فين؟ بيروح على الجمهور، يجري على الجمهور. فطبعا لا وضع مختلف. في بطولات على فكره، في بطولات ضاعت من الاهلي في الفتره الاخيره دي سببها ان مفيش جمهور. لو في جمهور في كل الماتشات في بطولات مش هتعدي من الاهلي، لان جمهور، وبعدين جمهور الاهلي ده حاله خاصه. صحيح. على مستوى العالم. صحيح. حاله خاصه على مستوى العالم، جمهور الاهلي هو فعلا درع وسيف النادي الاهلي. حقيقي انا معاك يا استاذ اسامه في كده. حضرتك كده يعني الوجه الاختلاف، ولكن في يعني هنلاقي دوريات اخرى في الخليج ممكن تكون متشابهه في حته ان في انديه معينه هي اللي بتاخد الدوري ولا ما برضه لا، هتلاقيها بين 3 4 بين 3 4 بين 3 4 برضه حاله خاصه النادي الاهلي. لا ما بقول لك الاهلي، الاهلي بسم الله ما شاء الله حاله خاصه في كل حاجه يعني. احنا مش غرور بس يعني، لا 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 اتحاد ومنظومه متكامله وكيان موجود هدفه الاول والاخير هو الحصول على البطولات يعني، مش انت مش كلامه خلاص يعني. احنا بنتكلم معلش، احنا معلش من حقنا نتغرر لان احنا بننتمي للاهلي. لا غرور، لا بس مش هو، لا مش قصدي مش قصدي معنى كلمه غرور، لا احنا بنحسد نفسنا، الاعتزاز طبعا، بنحسد نفسنا على ان احنا بننتمي لمنظومه هي صحيح. الاكثر انضباطا والاكثر احترافيه في تكاد تكون في الشرق الاوسط. دائما انا بقول الكلمه ده، اعتز وافتخر ان انت تربيت جوه النادي الاهلي. انا بالنسبه لي كواحد من ولاد النادي الاهلي، واعتز ان انت بتشجعه، واعتز ان انت بتنام مبسوط دائما عشان انت بتاخد بطولات وبتكسب كجمهور بقى. فدي حاجه وما اخفيش عليك، بعض اصدقائي الكبار من سني كده يعني يعني ما بيشجعوش الاهلي، مش هقول بيشجعوا ايه، فخلوا اولادهم وجهوا اولادهم ان هم يشجعوا النادي الاهلي علشان يضمنوا مستقبل مريح لاولادهم. حقيقي احنا نجوم مصريين ونجوم سعوديين دايما، واحنا كنا بنتكلم مع استاذ طارق كيان نائب رئيس نادي اهلي جده، بنتكلم ان اللاعبين المصريين بيتعاملوا كلاعبين سعوديين هناك، والتعامل الجيد. ايضا واحد من نجوم الكره السعوديه كابتن فؤاد انور، اكيد يعني طبعا. واحد طبعا اسطوره بشكل كبير الكره أسطورة. السعوديه والكره العربيه بشكل كبير طبعا. كابتن فؤاد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، امسي عليك، امسي على استاذ اسامه، وامسي على اللي معك في الاستديو استاذ اسامه السويسي، وتحياتنا لحضرتك ومنور قناه الاهلي. اكيد قناه الاهلي او الاهلي عامه بيبقى ليه اسم جميل في الخليج وخصوصا في السعوديه. يا استاذ فؤاد، كابتن فؤاد تحياتي لحضرتك. نادي الاهلي نادي حريق، نادي ايضا يملك لاعبين على مستوى الوطن العربي قدموا شيء للكره المصريه وايضا للوطن العربي، وهذا النادي يعني كبير حقيقه برجاله وكبير بلاعبيه، كبير ايضا بجمهوره، وهذه حقيقه ليس في الخليج انما في الوطن العربي. نادي الاهلي له مقدمين وله ايضا عاشقين حقيقه لهذا الكيان. تحياتي لك كابتن فؤاد، اكيد ليك ذكريات مع النادي الاهلي، اللي هل لعبت امامه او يعني اكيد في وقت من الاوقات كابتن فؤاد لعب امام النادي الاهلي لو تتذكر حضرتك؟ والله لعبنا البطوله العربيه في القاهره. صحيح. كان سنه كام دي؟ انا لا كان قدام حضرتك، انا لعبت قدام حضرتك، كانت كام؟ 95 95 اذكر الله. نهائي نهائي اللي كان مرعبنا حقيقه الجمهور في مصر اللي حضر تقريبا في استاد القاهره 120 الف متفرج مع رئيس الدوله، ف كانت مباراه جميله وقدم فيها نادي الاهلي مستوى كبير، وايضا نادي الشباب قدم مستوى ايضا كبير واستحق كان نادي الاهلي البطوله في ذاك الوقت. كان هو لسه راجع من المونديال. كان لسه راجع من المونديال. كابتن فؤاد تتذكرها برضه. استاذ اسامه السويسي طبعا ناقد رياضي كبير بيتذكر حاجات لكابتن فؤاد اكيد جميله. كنت لسه راجع من المونديال يا كابتن فؤاد ساعتها صح؟ ايوه كنا تو نجحنا مسجل هدف في المغرب. صحيح صحيح. كابتن فؤاد كابتن فؤاد كنت عايز اسال حضرتك سؤال، بالنسبه للاعبين المصريين بيبقوا متواجدين في الدوري السعودي، يعني وراي حضرتك في تواجدهم اللي المفروض دلوقتي 8 لاعبين حتى الان متواجدين في الدوري السعودي، راي كابتن فؤاد النجم الكبير النجم السعودي في اللاعبين المصريين متواجدين حاليا في الدوري السعودي؟ والله اللاعبين المصريين قدموا مستويات يعني كبيره حقيقه في فتره من فترات في الدوري السعودي،
وانقطعوا فترة والآن عادوا حقيقة، وكل واحد جالس يلعب في النادي اللي يلعب فيه وجالس يقدم مستويات كبيرة. حقيقة يعني اللاعبين المصريين قدموا نفسهم ليس في الوطن العربي إنما حتى على مستوى الدولي. يعني الآن كلنا نشوف محمد صلاح والنني يعني قدموا شيء حقيقة يستحق اللاعبين اللاعب المصري انه يكون متواجد حتى في الدوري السعودي، الدوري السعودي برضه دوري قوي. انا اشوف بعض اللعيبه كانوا بعيدين عن المنتخب وعندما جو الدوري السعودي عادوا الى المنتخب المصري، وحقيقه اللاعبين المصريين دائما مميزين حقيقه من فتره التسعينات لحد الاعتزال. طب كابتن فؤاد، يمكن عايزين نطمن على حضرتك، حضرتك بعد ما يعني توقفت عن لعب كرة القدم اتجهت على فين، اعلام ولا تدريب؟ يعني برضو ان يهمنا ان نعرف كابتن فؤاد اتجاهاته. والله تقريبا من 10 سنوات دخلت التدريب دربت، وبعدين يعني خلاص انقطعت، ثم صرت مسؤول في نادي الشباب، وايضا كان في برنامج معالي اطلق معالي الوزير اللي هو مشروع المواليد، واحد اعضاء اللجنه، والان مستشار فني في نادي الشباب. ما شاء الله. ماتش اعتزال وهيبقى مع الاهلي ولا في ماتش اعتزال؟ اه، هيبقى مع الاهلي ولا مع مين يا كابتن؟ في ماتش اعتزال ولا لا؟ في ماتش اعتزال ان شاء الله قريب مع نادي الاهلي المصري. احتمال الى الان ما على يعني التوقيت نهائيا، بس احتمال يكون في فبراير ان شاء الله. كابتن، اخترتوا الفريق طيب اللي ممكن يلعب ولا هيبقى من مجموعه من الفرق السعوديه او النجوم السعوديين؟ والله الى الان يا نادي الشباب يا مجموعه من اللاعبين السعوديين واللاعبين العرب، واختيار النادي الاهلي. نعرف نادي الاهلي يملك شعبيه قويه حقيقه في المملكه العربيه السعوديه وفي الخليج، وايضا من الانديه الكبيره حقيقه اللي افتخر انا انهم يكونون متواجدين حقيقه في اعتزالي، وايضا يكفي ان يرأس هذا النادي اللاعب الكبير المخضرم اللي احنا حقيقه تعلمنا كرة القدم وهو كان يلعب اللي هو الأستاذ محمود الخطيب، ونادي الأهلي وأيضا القطان الأشقة في 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 مصر. أنا أقول مصر والسعودية هم توأمة في الشرق الأوسط، في الرياضة، في السياسة، في على المستوى الاجتماعي، المستوى الأسري. صحيح صحيح. هي حتى توأمة في كأس العالم يا كابتن فؤاد، يعني أنت واحد من نجوم كأس العالم وحضرت هذا المونديال. الرأي حضرتك في وجود مصر والسعودية في كأس العالم في نفس المجموعة، أعتقد إن حاجة برضو يعني هي حاجة جميلة، وفي نفس الوقت أكيد بتزيد صعوبة إن أنت في منافسة، المفروض إحنا عايزين إحنا الاتنين نطلع، فالأمور صعبة جدا بالنسبة للمنتخبين العربيين المتواجدين في مجموعة واحدة. والله ما في غريبه، يمكن نطلع احنا ان شاء الله الدور 16 احنا مع بعض ان شاء الله يا رب. اللي نبينها برضو اللي نبين الامور ان مباراه المنتخب المصري السعودي في 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 اخر مباراه، يعني الفريقين يكونون هذه المباراه يكونون عارفين ايش يبغون حقيقه من هذه المباراه، ولكن احنا كسعوديين نتمنى احنا واشقائنا المنتخب المصري ان نوصل الى دور ال 16، وهذه حتكون يمكن لاول مره في تاريخ كاس العالم لو تاهل فريق عربيين من مجموعه واحده الى دور ال 16. يا رب ان شاء الله. كابتن فؤاد، طبعا كابتن فؤاد انور المونديالي ونجم الكره السعوديه، يعني كان مشرفنا ومنورنا من خلال الهاتف من السعوديه، يعني اعتقد نجم كبير زي كابتن فؤاد، وهو لسه ما اعتزلش بقى، ده لسه لا هو اعتزل بس ماتش اعتزاله مؤجل، يعني لسه الماتش بتاعه، لكن لما يقول ان احنا ليه ما نبقاش احنا الاثنين في دور ال 16 مع بعض، ودي كان حاجه لسه كنت هكلمك فيها يا استاذ اسامه، منتخبنا الوطني وطموحه اللي موجود، وطموح طبعا اخواتنا في السعوديه والكره السعوديه
مميزه بشكل كبير. طموح مشروع جدا، طموح مشروع جدا. اعتقد ان القرعه بتاعت كاس العالم قرعه متميزه جدا بالنسبه لنا احنا كمنتخب مصري. احنا وقعنا مع المنتخب الروسي اللي هو في التصنيف الاول، لكنه هو خارج التصنيف الاول الفعلي عشان فني، عشان هو موجود صاحب الارض، صاحب الارض والجمهور، لكن هو مش في التصنيف الاول كتصنيف فيفا يعني. وقعنا مع منتخب اوروجواي من المستوى الثاني، هو اقل فريق في المستوى الثاني في تصنيف الفيفا. وانا شايف ان منتخب اوروجواي مع احترامي لوجود سواريز وكافاني ومهماش، هم المنتخب المرعب الحقيقي، منتخب كبير في السن، مدربه كمان كبير في السن، في المتناول ان شاء الله بالتركيز والجهد ممكن نعمل مفاجاه مع منتخب اوروجواي صاحب التاريخ الكبير في كاس العالم. لكن ده تاريخ كان زمان، وصحيح هو على المستوى الحالي عملوا انجازات كويسه وقربوا، لكن ما حصلش تجديد للمنتخب من فتره طويله. اعتقد منتخبنا ان شاء الله قادر على انه يعمل نتائج كويسه مع اوروجواي ثم مع روسيا، وهتبقى مباراته امام شقيقه الاخضر السعودي هي بوابه العبور باذن الله الى الدور الثاني، ونطمح كمان في اكتر من الدور الثاني، لان منتخبنا باذن الله قادر على كده. والله احنا طبعا منتخبنا قادر، واحنا عندنا لعيبه مميزه. يعني لما نتكلم على الاول مره في تاريخ الكره المصريه يبقى في مجموعه اللاعبين متواجده 18 لعيب محترف يا اسامه، او 15 لعيب في حاجه، يعني عمال يزداد العدد اهو، 8 في السعوديه عمال يزداد العدد بسم الله ما شاء الله. عندك في اوروبا عدد كبير جدا ومؤثرين، يعني هم مش لعيبه بس، لعيبه مؤثرين وفي دوري قوي زي الدوري الانجليزي كمان. عايز اقول لك حاجه بقى كمان، يعني طول ما النادي الاهلي بخير منتخب مصر بخير، حقيقة ما حدش يختلف عليها. طول ما النادي الأهلي مستواه عالي، واسمح لي هنا أذكر الناس بالمقولة اللي قالها كابتن حلمي طولان قريب بعد ماتش الأهلي طلع، حاجة تحترم جدا، مدرب من المدربين المحترمين، لما بعد المباراة والأهلي عنده غمس غيابات ويقول لك النادي الأهلي هو الفريق الوحيد القريب للمستوى الاوروبي، ودي حقيقه ما ينكرهاش الا كل جاحد. لا حقيقة. فعلا لما النادي الاهلي بيبقى في مستوى العالي منتخب مصر بيبقى في اعلى مستويات. شفنا من فتره 2006 ل 2010 النادي الاهلي متصدر قاره افريقيا، عنده المجموعه الاحسن والافضل والابرز، منتخب مصر ثلاث بطولات متتاليه وعامل انجاز غير طبيعي في قاره افريقيا. والميزه الاكثر ان اللعيبه المصريين دلوقتي اللي محترفين في اوروبا بقياده فخر العرب محمد صلاح متالقين بشكل غير طبيعي، يعني نمسك الخشب بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحميهم من شر الاصابات. في وجود المجموعه اللي موجوده محليا اعتقد، والمدرب الواقعي الواقعي اللي ما حدش بيرضى عنه بسهوله، لكن هو مدرب واقعي وارقامه بتؤكد انه انجز. مستر هيكتور كوبر صحيح. انجز. انت قعدت ثلاث بطولات، ثلاث نسخ في كاس افريقيا مش عارف توصل للنهائيات، لما رجعت وصلت الى الفاينل وبتلعب الكاميرون فرقه محترمه، وتخطيت في الطريق منتخب المغرب العقده. واحنا عارفين يعني ايه المغرب بالنسبه لمبارياتنا مع المغرب، عديت المغرب وعديت منتخب بوركينا فاسو، منتخب رخم وتقيل، وصلت النهائي وكان عندك ظروف، لعبت بدون راس حربة، لعبت صابت صحيح، عندك اصابات ارهاق يعني، وخسرت اللقب بشرف والناس كلها رفعت ليك القبعه، وتم اختياره افضل مدير فني في القاره الافريقيه. وما كانش غريب ان المنتخب كمان يختار كاحسن منتخب، وما كانش غريب ان منتخب مصر هو اللي يختار بعد ما حقق انجاز بقى لنا 28 سنه منتظرين. ما خدناش غير مرتين بس هذا اللقب إيه؟ كأحسن منتخب. معايا انا بقول لك يعني هو السنه دي يعني بسم الله ما شاء الله، يعني سنه 2007 دي سنه الخير 2017 سنه الخير للكره المصريه، محمد صلاح يتوج بلقب احسن لاعب في القاره الافريقيه للمره الثانيه بعد الاسطوره محمود الخطيب. من 83 انتظرنا نشوف قد ايه، كام سنه علشان يرجع يجي لعيب مصري ويفوز بيها بعد ما اصبحت اكثر صعوبه. صح، يعني لو تلاحظ ان هي مساله صعبه جدا، لكن محمد صلاح حاجات كتير بعيد عن الكوره كمان، مليون في الميه. لكن محمد صلاح اقنع. محمد صلاح اقنع اي حد. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله عليه، الله عافيه. لا ما شاء الله، ما حد لا لو اي حاجه غير كده هيبقى مش منطقي، مش منطقي. يعني محمد صلاح نص موسم مع روما عامل انجاز غير طبيعي، الموسم الثاني
متصدر قبل نهايه السنه بكم اسبوع، متصدر هداف البريمير ليج. صحيح. عامل اسيستنت يعني صناعه اهداف عاليه جدا. مشواره بسم الله ما شاء الله مؤثر جدا في دور في صعود منتخب مصر لكاس العالم، وهو هداف التصفيات، فكان طبيعي جدا لازم يتم اختياره. واحنا كنا بنتكلم على الدوريات في الخليج يا استاذ اسامه والتعامل، يعني احنا هنا زي ما انت شفت كده خبر على حسام غالي على السوشيال ميديا ممكن كان يبوظ علاقته بفريق النصر. يعني برضو رايك في هذه الجزئيه يعني برضو مهم جدا. والله يعني بس قبل ما اروح والجواب على السؤال ده هروح سريعا، بس برضو احنا اتكلمنا على الكره السعوديه، احنا عندنا نجم موجود في طبعًا. الكره الاماراتيه وبالتحديد بنادي العين، نادي كابتن حسين الشحات طبعا عنه. موجود طبعًا. يعني فمعانا واحد يعني من المميزين في استاذ محمد عبيد طبعا مدير الكره بنادي العين الاماراتي. تحياتي لحضرتك استاذ محمد، واكيد كلنا سعاده بوجود حسين الشحات، لاعب مميز جدا وتالقه اكيد في اولى مبارياته مع فريق العين، ودايما فريق العين من الفرق المميزه في الدوري الاماراتي. بداية نمسي عليك كابتن محمد فاروق صح؟ صحيح، تحياتي لحضرتك طبعا. بدري عليك مفروض في الملاعب ده جدا، احنا مبهدلين فيك صراحه. ما سمعتش حضرتك معلش. اقول لك بدري عليك بس ثانية. حبيبي ربنا يخليك. لا ما هو بص بقى الإصابة بقى كانت هي السبب ركبتي ربنا يخليك وتحياتنا ليك وموفقين دايما إن شاء الله أستاذ محمد يعني إن شاء الله. بالنسبه لحسين الشحات صراحه بالنسبه انه يعتبر مكسب واضافه للفريق واختيار كان موفق يعني من قبل اللجنه الفنيه الاحتراف النادي وايضا لمدرب الفريق. يعني الاختيار جه ازاي يا استاذ محمد يعني بالنسبه لحسين؟ والله ما اعرف يعني كان عدد من اللاعبين يعني الدوري المصري حاليا ناخذ فيه نموذج عدد من اللاعبين عياتي على راس محمد صلاح التعلق الكبير واللافت في اعظم الاختيار اكبر الدوريات العالميه. فبالتالي اللاعب المصري اليوم هو في الدوري السعودي او الدوري الاماراتي وحتى في الدوريات الاوروبيه عامل يعني قيمه فنيه واضافه للصراحه، لذلك احنا صراحه في الفتره الاخيره حتى ما يعزز هذا الشيء توجهنا السنه القادمه ان شاء الله بصفه خاصه للدوري المصري بإضافة عدد بين الشحات كان منظور للعيبة ثلاثة أربعة لعيبة مرشحين. صحيح. أنا عندي معلومة بقى يعني ما أعرفش هتبقى صحيحة ولا غلط، يعني عندي معلومة كده من مصدر إن أنتوا كنتوا عايزين أحمد الشيخ ولولا إن أحمد الشيخ راح الاتفاق حسين الشحات هو كان البديل لأحمد الشيخ، الكلام ده صحيح ولا غلط؟ هو من ضمن الأسماء المرشحة صحيح كان البداية. ما راح بعيد يعني الدوري قريب منا وبلدنا الثاني السعوديه يعني. صحيح صحيح. وفي النهايه توافق وايضا يمكن ما اسرع من مكانه وكنا ايضا حاطين في اللاعبين المصريين بدل تبديلهم بمكان اللاعبين اللي كنا ممكن نستغني عنهم بناء على طلب المدرب. لكن اللي توفرنا صراحه معنا حسين نتمنى انه يواصل على الجوال ويكمل معانا ان شاء الله، بس ما فقط فتره احتراف الاعاره ولكن ما بعد بس محمد، هل في لاعبين اخرين بالنسبه لي في الدوري المصري ممكن تكون اداره العين الاماراتي حاطه عينيها على اللاعبين ممكن يبقى في الانتقالات الصيفيه تبقى متواجده غير طبعا حسين؟ نعم تقريبا حوالي عين على 7 لاعبين قريب ان شاء الله الشخص المعني بالسكاوتنج يذهب الى القاهره ان شاء الله بيتابع بقيه مباريات الدوري من بينهم لاعب اجنبي وسته لعيبه مصريين نعمل فيهم تقارير نرفعهم للجنه وايضا نطلع المدرب عليهم حتى يكون ان شاء الله عندنا متسع من الوقت دراسه عروض ومخاطبه الانديه. بالمناسبه انا ودي اشكر صراحه نادي مصر المقاصه. جميل. متمثل في رئيسه واعضاء ادارته وصراحه اداره محترفه ومحترمه في ان واحد. تعامل سلس سهلونا ماموريه تواجد حسين معنا. جميل. يمكن اكيد حضرتك بتشكر طبعا فريق مصر المقاصه او الاداره هناك واكيد التعاون كان موجود. خليني اسالك استاذ محمد على وجه برضو التشابه ما بين الكره المصريه والكره الاماراتيه، وبالاخص بقى لو في تشابه او حتى اختلاف في طبيعه الكره وطبيعه الاداره بشكل عام في ما بين الدولتين او الفرق هناك. نعم.
بلا شك يعني الدوري المصري قوي، دوري فقط ما ينقصه ملح المباريات هو الجماهير. نتمنى ان شاء الله قريب يعودون للملاعب، وشفنا المنظر الحضاري الكبير في المباراه الاخيره اللي او قبل الاخيره اللي صعد فيها مصر لكاس العالم، امتلاء الجمهور وتلاحمنا مع بعض وخروج المباراه بظهر جدا رائع تشجيعا وسلوكا ونتيجه الحمد لله يعني. ومش بعيد الجمهور عن حضراتكم برضه، لسه كان في مباراه السوبر في العين برضه الاهلي والمصري، اكيد يعني كانت برضه بالنسبه لجماهير مصر كانت مميزه جدا. احنا نسعد باي فريق مصري يتواجد معنا ويتسبب هذا كانهم في بلدهم يعني. حقيقي يا استاذ محمد، لا يعني احنا لما ودنا ايضا نلعب في مصر تبادل الزيارات وكان في المنتخبات او حتى الان هذا الشيء يعزز المكانة الرياضية والتوامات والتوافق، وفي نفس الوقت ايضا حتى تواصلنا مغرب على بعض. فحضورهم الى هنا ايضا في جالية كثيرة من الجاليات يعني من الجالية المصرية اللي يعني اعظم اكيد نرى من الاهلي والزمالك، لكن ايضا باقي الاندية لها نصيب في في الحقيقه. يمكن نادي العين كمان النادي الاهلي لما بيبقى متواجد يعني كل الشكر طبعا لاداره نادي العين والمجهودات اللي بتعملها وقت مباراه السوبر سواء السنه دي او اللي قبل كده يعني صحيح. كانت موجوده بشكل كبير، نشكركم عليها يا استاذ محمد حقيقي يعني. واجبنا واقل من الواجب، سؤالهم كل خير حبيبي. ربنا يخليك استاذ محمد، دائما بنسعد باخواتنا الاماراتيين واشقائنا الاماراتيين، بشكرك شكرا جزيلا. ويعني اكيد احنا بنستمتع كمان بالكره الاماراتيه اللي فعلا هي محتاجه بس زقه الجمهور برضو يعني بالنسبه لنا طبعا. خلينا استاذ اسامه سريعا بقى، يعني جزئيه مهمه جدا كنت بسالك عليها، التعامل بالسوشيال ميديا في الخليج عن مصر، زي ما بقول لك كان في مشكله مثلا حسام غالي اتكتب، كانت امور ممكن تنهي علاقته بنادي النصر يعني. مليون في الميه طبعا السوشيال ميديا بقت سلاح خطير جدا، سلاح خطير من في العقد الثاني من الالفيه الثالثه بدايه 2010 السوشيال ميديا بقى لها تاثير جدا على الحياه المجتمعيه والرياضه طبعا جزء من نشاطات الحياه، بقى لها تأثير كبير جدا لأن السوشيال ميديا الخبر أو الرأي أو المعلومة بتنتشر بشكل واسع جدا، لأن السوشيال ميديا زي ما أنت عارف إنه جهازك في إيدك في أي وقت، أنت في أي مكان في أي وضع، وأنت نايم وأنت قاعد وأنت بتاكل وأنت كذا وأنت كذا على طول أنت نوتيفيكيشن شغال بتشوف المعلومات إيه. لكن أنا ليا رجاء عند جمهور الأهلي، أنا متابع في السوشيال ميديا، ليا رجاء عند جمهور الأهلي ورسالة لمحب الأهلي. أولا هم محبين عاشقين للنادي الأهلي، محدش يختلف على كده، عايزين يشوفوا النادي الاهلي نمرة واحد في كل ساعة وكل لحظة وكل ثانية. صحيح. مليون في المية. فليه رجاء انه بالذات الشباب الصغيرين، في بعض القنوات الفضائية دلوقتي بتطلع علشان تاخد شهرة وتاخد وضع. بعض للأسف صحيح. للأسف الشديد. أنا معاك. بتنتهج سياسة مهاجمة الكبير. تهاجم النادي الاهلي. تمام؟ وللأسف الشديد بعض الناس بتدفع وبتأجر ساعات علشان تهاجم النادي الاهلي اللي هو كيان ورمز للرياضه المصريه والكره المصريه تحديدا. فللاسف الشباب الصغير من حبه للنادي الاهلي وغيرته عن النادي الاهلي بيروح مشير الحاجات دي بدافع انه بيهاجم بيرد. انا بقول لكم تجاهلوا الامر ده تماما. تجاهلوه تماما. صحيح. الشخص المريض اللي بيهاجم النادي الاهلي بيهاجمه علشان عايز كده، عايزك تشير وعايز ياخد فيو وعايز ياخد ريتويت وعايز ياخد نسبة مشاهدة وعايز ياخد حاجات من دي كتير. شهر. تجاهل الكلام ده، بضاعتهم فاسدة وهترد عليهم، فما تساهموش في انتشارهم. صحيح. رجاء خاص. صحيح. مباراة المصري البورسعيدي والزمالك ودي 61 بيحرز المصري البورسعيدي اسلام عيسى الهدف الاول لفريق المصري. طبعا اسلام عيسى من اللاعبين المميزين اللي كانوا في فريق نادي النصر. صفقة. وصفقة مميزة جدا. صفقة بس بسم الله ما شاء الله، مش عارف الرقم كام، ما اعرفش. 10 مليون. 10 مليون بس رقم بسم الله ما شاء الله. هو لعيب مميز وكل حاجه، بس للاسف الشديد في الدوري المصري بنسمع ارقام فلكيه. ايه المبرر؟ مش عارف بصراحه شديده يعني. انا مع احترامي لكل اللعيبه، ربنا يزيدهم ويبارك لهم، بس للاسف دي مش الفلوس دي ما بتروحش للعيبه، دي بتروح للانديه. بتروح للانديه، والانديه بقت تبالغ بشكل غير طبيعي وغير. وانا بشجع النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي في طريقه ان هو يقنن السوق ويتعامل بوعي شديد مع اللي يسوى واللي ما يستاهلش.
لا اللي ما يستاهلش. تمام. لان النادي الاهلي نادي هو كبير الكره المصريه وعارف امتى هيعتمد على اولاده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله على طول. رغم هو بيعتمد على اولاده. رغم ان الظروف الصعبه اللي بيمرها والتحديات، ومنها اخر حاجه قرار اللي انا فوجئت بيه الاسبوع ده، قرار تقليص القائمه ال 25 لاعب. بس انا كنت عايز اكلمك فيها صراحه، كان الوقت ضيق جدا جدا. قول لي سريعا كده يا استاذ. تعليق سريع هيزعل جيراننا في الجبلية. لمصلحه مين؟ كلمته مع مين؟ درسته مع مين؟ ايه 25 لاعب ليه؟ وانا فريق عندي بطوله افريقيا، وعندي ان شاء الله باذن الله لما ارجع وابقى زعيم القاره الافريقيه همثلها في كاس العالم للانديه، محتاج اكبر عدد من اللعيبه. صحيح. ايه المناسبه؟ ايه المبرر؟ المبرر انت كده بتساهم في موضوع ان انا هبقى مضطر ان السنه الجايه هسرح مجموعه من اللعيبه الناشئين، لان ما عنديش مكان، هيروحوا يلعبوا في الانديه الثانيه، وبسم الله ما شاء الله النادي الاهلي ولاده مليين ومغرقين الانديه الثانيه، وبعدين اما اجي اخد اما اجي ارجعهم ثاني الانديه تحط رجل على رجل وتتشرط وتطلب ثلاث لاربع لعيبه وملايين والكلام ده، ده كلام مش منطقي. صحيح. مش منطقي ابدا. استاذ اسامه نورت وشرفت، ويعني هي ساعه ما تكفكش الصراحه. ربنا يكرمك. لكن انا اللي سعيد ان انا في لقاءات ثانيه متواجد معاك في بيتك طبعا، وتروح بقى وترجع بالسلام ان شاء الله. دايما على اتصال دايما وباستمرار ان شاء الله. وسعيد ان انا شفتك النهارده، وكنت سعيد اكثر مع جمهور النادي الاهلي. ربنا يخليك. ما زلت طبعا بقول لحضراتكم نتيجه مباراه الزمالك والمصري بورسعيد في الدقيقه 60، بيحرز اسلام عيسى الوافد الجديد لفريق المصري الهدف التقدم للنادي المصري البورسعيدي. انا اكيد مستمرين معاكم من خلال السد الاهلي، ما تروحوش لبعيد.